أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء حول العديد من الأهداف الرياضية التي ربما تكون غائبة عن الذهن الآن سنوات طويلة تمر، فترات كبيرة تكون بين دوري وبطولة وأخرى. حتى الآن ربما البعض يتناسى، ربما الكثير من اللاعبين اعتزلوا اللعب، كثير من البطولات الآن أصبحت من الذاكرة، نتذكرها بين حين وآخر، نتذكر ذكرياتها، أهدافها، تذكر تلك الأحداث الجميلة، ربما تكون أحداث مؤلمة لخسارة مباراة ما، أمور كثيرة تحدث. لذلك حرصت من خلال هذا البرنامج أن يكون هناك تجول في مجموعة من الأهداف التي نحرص أن تكون خلال هذا البرنامج على المستوى الخليجي، على المستوى المحلي، على المستوى العربي، نحاول قدر المستطاع أن يكون هناك تسليط الضوء عليها. أتمنى إن شاء الله إذا ما نلغي عن وجهات نظركم عن طلبكم المجموعة من الأهداف، نشوف بعض الناس نلتقي معاهم يطلبون مجموعة من الأهداف وعرضناها في خلال حلقات سابقة، وإن شاء الله أيضا الحلقات القادمة إن شاء الله راح تشوفون أيضا أهداف تعجبكم إن شاء الله. بعد الفاصل لنعود. بعض الأحيان لما تذكر فرق كثيرة زارت الكويت ثم لم تعد تلعب في الكويت، يعني قليل لعبت. يعني لما نقول لك لعبنا أمام منتخب ليبيا أقول لك أي سنة لعبنا منتخب ليبيا؟ لعبنا في السبعينات، منتصف السبعينات. دائما تذكر فرق زارت الكويت خلال فترات متعددة من عمر الرياضة الكويتية. الكويت وليبيا قائبة على الأضواء كثير، احنا راح نرجعها لكم. شوفوا بعض سعد الحوطي، سعد الحوطي طولها قدام ناحية جاسم يعروب، سعد الحوطي طول، جول 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 جول. ترى حلوة، ترى حلوة، حلوة منقولة من سعد الحوطي. سعد الحوطي عمودية على علي جاسم يعقوب في أول دقيقة من الشوط الأولاني، في أول دقيقة من الشوط الأولاني جاسم يعقوب بفوتها لنفسه وبيحطها، فوتها من المدافعين كلهم مجمع لخط واحد، وبتنحط الجول الأولاني في الدقيقة الأولى. في الدقيقة الأولى جاسم يعقوب من سعد الحوطي إلى جاسم يعقوب قدام، بيحطها بشماله، بيحطها على رمضان المصري، بيحطها في أول السنة الهجرية، في أول السنة الهجرية. في 9/2/1998 بعد دورة كأس الخليج التي قيمت أيضا في مملكة البحرين، راح المنتخب لعب في دورة الألعاب الأسيوية في تايلند ولعب مباريات وقدم عروض مميزة، كان رايح معنويات عالية جدا، ولعب أمام المنتخب الياباني. نعم خسر 2-1 ولكن قدم مستوى طيب، الكل ناسي هالمباراة، احنا راح نرجع لكم. شوفوا بعض. ترى معاي أبها في وسط الملعب إلى بدر حجي، وبدر حجي نقلها أمامية لجاسم الهويدي اللي بدأ يرجع لمنتصف الملعب، فرج لهيب، فرج لصالح بريتشي، بريتشي لناصر العثمان، والعثمان يلعبها داخل بعد، جول 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 جول. رقصتك عطنا 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 رقصة العرض، عطنا رقصة العرض يا فرج، يا فرج لهيب، يا لهيب. الهدف الأول لمنتخب الكويت في الدقيقة 24. شوف 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 العثمان لما صنعها، وشوف فرج لهيب لما لعبها داخل الجول، والهدف الأول لمنتخب الكويت، والبديل الناجح الحقيقة ناصر العثمان يرسم له كرة ويترجمها فرج لهيب داخل المرمى، الهدف الأول لمنتخب الكويت. مينان إلى حارس المرمى، اللعب على طول ناحية ياما كوتشي، لعب سريع للمنتخب الياباني، حاول لعبها جهة اليمين، لعبها جهة اليمين يتقدم، يعلي لها كرة عالية، وهذه خطرة، الله الله، جول جول جول. خالد الفضلي كان يتوقع ان الكرة برا، كان يتوقع ان الكرة برا، لكن 11 يا ماشينا اخذ انذار والان سجل هدف، اخذ له انذار والان سجل هدف. التعادل 1-1 1-1. كرة سهلة الحقيقة ملعوبة بالراس من اللاعب ياما شينا، وشوف شوف عادة بالبطيء، شوف لما لعبها والفضلي شكله كان يتوقع أنها رايحة برا، لكن الكرة داخل المرمى، محرز هدف التعادل للمنتخب الياباني. وشوف من بين مهير ومن بين جمال والمدافعين اثنين، مهاجم واحد وحطها داخل المرمى، محرز هدف التعادل لمنتخب اليابان. الياباني
لعبها داخل 18 في صفارة. أوه. شنو هذا؟ بلنتي 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 على الخضري. نشوف شوف بالبطيء حكم المباراة. بيعطي ركلة جزاء، ركلة جزاء الخضري شايفه يعني مرتفع على اللاعب، وكرة يقول ان فيها حالة تعمد على الخضري، وركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الياباني. جول 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 منتخب اليابان 2، منتخب اليابان 2، وميلان يفكر في يفكر في أجرة تبديل 2، وهذا الهدف الثاني للمنتخب الياباني بعد أن تهاون شوية الدفاع، وكان يعني مو يعني واثقين أن المنتخب الياباني يسجل، سجل خلال دقيقتين يعني نقول هدفين. في 14/12/1992 قادسية وكاظمة، وكاظمة في تلك المرحلة كان ما شاء الله فريق مميز، ومثل ما حكيت أكثر من حلقة كان يعني خط الوسط ناري، كان بدر حجي العصفور، أيمن الحسيني من اللاعبين اللي كانوا مميزين، عصام سكين أيضا كان، فواز بخيت، فريق ينحط على الجرح يبرح. قادسية وكاظمة خلينا نشوف الأقوال. فاول ضربة حرة، الحسيني راح ينفذ فاول، أيمن الحسيني يلعبها، أيمن الحسيني دوخي يحطها جول، فواز بخيت، فواز بخيت، فواز بخيت بيسجل هدف. شوف 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 أيمن الحسيني، شوف أيمن الحسيني، وشوف خالد الدوخي، وشوف فواز ينخطفها براسه. هاي هاي كرة حلوة حلوة، كرة عالية وحلوة. فواز عقل 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 في الدقيقة 10، في الدقيقة 10 لاعب رقم 12 فواز بخيت، فواز مرزوق بخيت. سالم ميرزا، فواز ياخذها المسند، ثلاثة مهاجمين واثنين مدافعين، محمد عبد الرحمن والمسند، كرة معه فواز، جول 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 وجول وجول، أنا أقول مثل جول وجول، لأنه أيضا في متابعة سليمة، في متابعة حلوة لكاظمة في الدقيقة 35. شوفوا الإعادة، شفتكم ثلاث مهاجمين واثنين مدافعين، تصرف بروبلتي، شوف لعبها الى فواز في مكان مسند لفواز، فواز هو محمد ابن يان، تصرف وحطها وحطها وطلعت من محسن، لكن شوف المتابعه، شوف المتابعه الجيده، يحاول يطلعها ويسجل منها، يسجل منها كاظم الهدف الثاني. حبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، كنا معكم في أهداف متنوعة، في حقب مختلفة، في ذكريات جميلة، في بطولات عشناها سواء على مستوى المنتخب الأول، على مستوى المنتخب الأولمبي، على مستوى الدوري المحلي، تذكر فيها تلك الأهداف، حاولنا تذكر فيها، نعرضها حتى تشاهدون هذه الأهداف الجميلة التي كانت مميزة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية، وإن شاء الله الخير بقبال، إن شاء الله في أهداف قادمة نلقاكم على خير. حالكم طيب إن شاء الله، اليوم دوم، مع السلامة.